السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين الأعزاء. إن شاء الله كل يوم جديد وكل يوم حتة أرض أجمل وأحلى من التانية. لو أنتوا تفتكروا مع بعض كده في نبذة مختصرة، إن عندنا الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم على أرض بالأمر المباشر، وقلنا تمنها 35,000 وباقي للدولة 2000 جنيه للفدان قيمة إيجارية، وعرفنا فترة السماح وعرفنا المدة قد إيه. الحلقة اللي قبليها كنا بنتكلم على ملف تقنين، كنا بنتكلم لو تفتكروا الحلقة اللي كان فيها البط بقى والحاجات الحلوة الجميلة ديت، وكنا بنتكلم في ملف التقنين ان الفدان ب 35 وفاضل 17.5 للدولة على 4 سنين، وبيحصل ايه بالنسبة لمجلس المدينة والشهر العقاري وايه اللي بيتم عشان يبقى قانون الارض. النهاردة عندنا حتة ارض حلوة وجميلة وصاحبها كمان عقله متفتح، شايفين جايب سباخ عامل مقمورة حلوة، سباخ عادي، حاطط سوبر، حاطط الكبريت، بعد كده غطاها بالمشمع ونداها بالميه عشان يدي ماده عضويه جميله للارض. طبعا انا بحب الناس المتفتحه، الناس اللي بتفكر خارج الصندوق بفكر، مش لازم اكون بكمبوست وابقى مثلا في مخلفات المصارف او الترع او مخلفات احنا مش عارفينها ايه، لا انا بحب ان انت تعمل حاجة بنفسك لنفسك لأرضك. فمش عيب اللي انت تجيب سباخ، مش عيب اللي انت تحط كمان عليه مادة عضوية خضراء بعد تجفيفها، ونعمل المقمورة بتاعتنا. نتكلم بقى مع صاحب الأرض عن المميزات عن كل حاجة ان شاء الله في حلقتنا، يلا مع بعض. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة لأرض اليوم عايزين نعرف ايه بالنسبة للمواصفات بتاعتها، يعني اول حاجة المساحة قد ايه؟ المساحة هنا 100 فدان. 100 فدان. قانونية الأرض، قانونية الأرض ملف تقنين، ملف تقنين قانون 148. يبقى كده على الفدان عليه كام؟ الفدان عليه 17.5، تمام، قسط على 4 سنين تقنين. يعني والتمن الأرض، تمن الأرض هنا على حسب التجهيز، التجهيز اللي هنسلمه حاليا تربيع ليزر، كل تربيع نص فدان عليها المحبس بتاعها، البير طبعا 72 كيلو، عمق 320 متر، طاقة شمسية 72 كيلو، وش المية، وش المية هنا 68. حضرتك تعرف المواسير بتاعت البير الشركة المصنعة ايه؟ شركة اكوا. اكوا. طب ممكن انت كنت واقف على صنع البير؟ طبعا. طب ممكن توصف لي كده البير متدرج ازاي، البير معمول ازاي؟ البير بادئ من تحت معاك 8 بوصة، تمام، قافل تحت على الزومبة بتاعته 8 بوصة، وبعدين طالع 10 ومنتهي فوق 12 بوصة، تمام، وبسم الله ما شاء الله، يعني الفلاتر وبسم الله ما شاء الله. كم حتى وش كم المية، كم وش المية اختلف عن البير فلاتر؟ اللي جنبي، وش المية هنا الفلاتر، احنا نزلنا فلاتر في العشرة وفي الثمانية تحت، يعني الثمانية معظمها فلاتر، معظمها الثمانية. فلاتر. نقول كم متر معاك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاك الثمانية تقريبا حوالي 50 متر تحت، فيها والعشرة؟ جزء فلاتر وفيها جزء العشرة بوصة، مساحة مش كبيرة يعني حوالي 32 أو على ما أتذكر حاجة و30 متر يعني. ممتاز. طيب حاطين غاطس عمق كام؟ الغاطس هنا عمق هينزل 100 و106 أو 108، الغاطس 106 106. 106. وش 106 متر. المية كام؟ وش المية 68 متر. 68 متر. الطاقة، الطاقة الشمسية 72 كيلو، متحركة ولا ثابتة؟ متحركة. متحركة، تمام. الانفلتر، الانفرتر فيتشي، تمام، و الخلايا ايه نوعها؟ الترينا. ترينا، تمام. انا بحب طبعا، يعني معلش ان انا بتكلم في التفاصيل دي، ان في ناس بتحب دايما تفاصيل تتكلم تاني. في التفاصيل. طب تعالى كده نطلع قدام شويه. دلوقتي حضرتك انت قلت انا بسلم محبس على كل نص فدان في الميت فدان، يعني مثلا حته الارض البكر اللي قدام دي انا ماليش دعوه، انا باجي بقول لحضرتك انا هشتري الارض، فبحط رجل على رجل وانت بتيجي تسلمني الارض بالمواصفات، محبس على كل نص فدان ليزر ومعمول ليزر. طيب لو انا حبيت ازرع نخل، تمام، هتديني ليزر ولا تديني شبكه ري؟ لا، ما هو النخل اللي مش هنحتاج الليزر، هتبقى تكلفه على الفاضي. كده كده احنا بنحرق، لان الارض طبعا الاستواء زي ما حضرتك شايف حلو، الاستواء فيها ممتاز بنسبه 90%. اه الليزر هنا عندي ما بياخدش وقت، لان الارض
فيها استواء ممتاز جدا. تمام. فهنا احنا لو عملنا ليزر للنخل كده احنا بنكلف على الفاضي. فتعمل احسن شبكه ري. الافضل ان انا اديك شبكه ري. هتديني خرطوم ولا خرطومين؟ لا خرطوم طبعا، النخل في الاول يعني يبقى خرطوم. خرطوم. طيب لو اعمل شجر؟ لو هتعمل شجر يعني نشوف التكلفه، الفرق ما بين دي واكلف لك شجر زي ما انت عايز. ما انا اقول لحضرتك حاجه. انا مثلا لو هزرع مانجا 525 شتله للفدان، مش هتبقى زي الليمون؟ لا طبعا. ولا زي النخل. فانا اخدها بالوسط كده، نقول ايه يعني مثلا فدان ليمون بياخد له 200 شتله، يبقى بسيطه بالنسبه لشبكه الري لو انت بتتهان يعني. شبكه الري الليمون اديها لك بدل الليزر. ممتاز. ممتاز. يبقى برضه عشان احنا ايه نوصل يعني برضه لفكره حلوه يعني. طيب بالنسبه لي طبعا زي ما انتم شايفين الارض هنا الغالبيه العظمى فيها رمله، يعني خليط رملي زياده. الرمله هنا اعلى. الرمله هنا اعلى، فهنا تبقى حلوه قوي للشجر والنخل والمحاصيل الجذريه. يعني ممكن كمان نزرع البطاطس، البطاطا، الاشواجندا، الجنزبيل، الكركم، كل النباتات الجذريه بتبقى حلوه قوي 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 في المكان هنا. استاذي العزيز برضو عايز اتكلم مع حضرتك على قرب وبعد المسافه من اقرب قريه، من اقرب خدمات. الدنيا ماشيه ازاي؟ عشان برضو العميل اللي يجي بيقول لك انا عايز ابقى جنب الخدمات على طول. اكيد اكيد. هنا طبعا الارض في قريه الكفاح، تمام، منطقه الامل، الخير والنماء، منطقه زراعه 10 معروفه هي طبعا. تمام. بالنسبه للقرب المدينه او القريه، تمام، هنا الارض هنا في منطقه قريه الكفاح، منطقه الامل او زراعه 10، تمام، على اختلاف مسميات يعني المنطقه كقريه اسمها زراعه 10. زراعه 10. تمام. ما بين المسافه ما بيني وبين الاسفلت الدولي حوالي 8 كيلو او 8.5 كيلو من هنا بالظبط. الاسفلت الدولي ده الدوله الحمد لله رب العالمين طبعا خدمتنا بحاجات كتير، من ضمنها الاسفلت الدولي ومن ضمنها طرق اللي هي الخير 1 والخير 2 والخير 3. احنا هنا على طريق الخير 3، المقابل للخير 3 على طول قريه زراعه 10. ما بين الدخلة بتاعت الخير 3 والفرافرة حوالي 26 كيلو، يعني احنا هنا تقريبا عند الكيلو 26 او 27 بالظبط. تمام. من الفرافرة عند الكيلو 26، وبعدين بتخش 8.5 كيلو مدج اللي هو الخير 3، ده مدج ملاكي بنمشي بيه بسرعة 60 70 80 كيلو، يشيل سكس ويل، تريلات، كل الخدمات. طبعا مدج كبير، مدج كبير. تمام. الارض بقى كلها راسية على طريق الخير 3. يعني تمام. انا عرض الارض هنا عندي 900 متر على الخير 3 على الطريق. على الطريق. يعني بينها وبين الطريق قد ايه؟ بينها وبين الطريق الخير 3 على طول، على الطريق على طول اهو. الطريق الضلع الرئيسي اللي هي الطريق 800 متر. 800 متر. طيب بالنسبه للناحيه القانونيه حضرتك، الاوراق القانونيه بالنسبه للارض ايه؟ الارض ملف تقنين باسمي، تمام، على 100 فدان. بدل حضرتك عقد تنازل وشراكه في البير بمواصفات البير، بمواصفات الطرق الداخليه بين الشركاء، بمواصفات الطاقه الشمسيه، بشراكه الطاقه الشمسيه في اعطالها وفي صيانتها، بجميع التفاصيل. عقد شراكه مني وتنازل عن حصه في ملف تقنين رقمه كذا، وضعه كذا، باسم ايه، بجميع تفاصيله. تمام. والعقد ده بتعمله الحد الادنى للارض 5 فدان. لو عايز يشتري الحد الادنى 5 فدان عشان حصه الميه وعشان توزيع حصه الميه يعني. طيب ايه كمان بعمله في الناحيه القانونيه يعني ايه اللي بيتم بتاخد كمان؟ بتاخد مني عقد وبنعمل له صحه توقيع، وبتاخد مني توكيل بالتعامل في المجلس عليه على الملف، توكيل. تمام. في الشهر العقاري. تمام. ويبقى كده بدي لك انت ال 35 وباخد منك المستندات القانونيه ديت ويتفضل للدوله 17000 هندفعها مع بعض طبعا على الملف، وبرضه من ضمن برضه علشان احميك واحمي نفسي. لا معلش كلمه مع بعض دي ازاي؟ يعني احنا انت احنا نص شركة بالنص ولا ايه بالظبط؟ لا مع بعض ايه يعني؟ يعني احنا اول ما يجي الاقساط هندفع الاقساط ايه للدوله كامله على ال 100 فدان ايه؟ أيوة. كل واحد فيما يخصه. لحظه واحده عشان برضه المستمع يفهم الحته دي. انا بدفع الفلوس باسمي ولا باسمك؟ الفلوس بتدفع يعني انت واخد مني توكيل، واخد مني عقد. العقد فيه في البنود بتاعته ان الارض مش هتنقل باسمك الا بعد كامل دفع الاقساط.
تمام. بس انت معاك عقد، عقد ابتدائي مني، عقد ابتدائي يعني ده انا كده طامن حقي. بس انا بدفع باسمك لغايه لما فلوس التطنين تخلص، لحد ما تملك وتبقى الارض كده معاك عقدك في يدك كده انت ايه. ايوه انا بقى واخد عقد الابتدائي منك بالخمسه فدان بتاعتي بالتنازل. انت ودفعت لك فلوس التقسيط لغايه لما التقنين خلص. في الحاله دي انت بتعمل لي بقى عقد تاني، العقد نفسه، العقد نفسه بينص لان انا ملتزم ان انا اعمل لك نجل ملكيه خالص بالخمسه فدان بتاعتي، يبقى باسم انا خمسه فدان بالظبط كده، مفيش اي تلاعب في القانون ولا الكلام ده كله. لا دي اوراق قانونيه كامله الحمد لله، عشان في ناس بتقعد تشكك في الامور دي. ان هو يقول لك انا دلوقتي طب ادفع لك، طب انا عايز الحاجه باسمي بعد كده. لا احنا بنخلص الاقساط. طب في سؤال تاني كان بعض الناس بتقول لي عليه، انا دلوقتي واحد مريش ومعايا فلوس قد كده، وجيت اشتريت من حضرتك وعايز اكيش كل الفلوس ويبقى العقد نهائي في خلال دلوقتي، ينفع ولا لازم استنى الاقساط لغايه لما تخلص؟ ما هو ينفع بس لكامل المساحه، لكامل الملف. المساحه ايوه فلازم اصبر. انا شخصيا بدور على كده، انا شخصيا يعني افضل كده، لو ان انت نكيش للدوله ال 17000 وتاخد العقد الابتدائي منها. يعني مثلا لو انا اشتريت منك 50 فدان وانت 50 فدان ونروح بكره نكيش الدوله ويبقى لو 50 فدان نمشي، يعني انا على استعداد ان انا امشي معاه في سكه، لو حد هياخد 50 كامله ان انا امشي في سكه التمليك ونخلص. بالظبط كده، نستعجل المعاينات بدل ما المعاينه بتيجي براحتها. تمام، هنستعجل، احنا عملنا جديه في الارض وعايزين نخلص. يعني معلش كده انا اخدها كده بالورقه والقلم، ومعلش يا مشاهد بقى ما تستعجلش بقى علينا. 50 فدان في 35000 يبقى بكام؟ 50 في 30 ب 150، يعني 165. 165 مليون 50 في 35 بمليون 650. مليون 650 ده قيمة ال 50 فدان اديهم لك في ايدك، هتدفعوا دول كاش. طبعا دول كاش ليك، ويتفضل للدولة 17.5 على الفدان. مظبوط. في ال 50 17.5 في 50 بحوالي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، 500000. و7.5 بحوالي كام؟ 7.5 في 50 بكام تقريبا؟ حوالي يعني حوالي 850000. 850000 ومعانا مليون و650، يعني احنا بنتكلم في حدود 2 مليون و400 50 فدان، وتتملك على طول 50 فدان من الدوله باسمك. صح كده؟ مظبوط. يا ما شاء الله زي الفل. بس المشكله عارف في مين؟ في الناس اللي بتحب تقعد على السرير وكوبايه الشاي ومش عايزه تتعب وتنزل في الصحراء. احنا صاحيين يا باشا من الفجر هنا، احلى عيشه واحلى جو صحي، جو نظيف وحلو، احسن الف مره من قعده السرير. ايوه طبعا. يعني بتوع المصطبه دولت احنا مش عايزينهم، ربنا يكون في عونهم. ربنا يا رب يكون في عون الناس جميعا. واحنا مش بنتكلم من فراغ، احنا بنتكلم بواقعيه على ارض الواقع. فعلا شغل الصحراء عايزه رجاله وعايزه عزيمه، بدونهم لا، خليك بقى قاعد مع كوبايه الشاي وتفرج على برنامج الجدعان وزي الفل والدنيا تمام. في اي اضافه تانية حضرتك عايز نضيفها؟ احنا يعني ربنا يوفق الجميع ان شاء الله، وكده احنا عايزين نعمر صحراء. يعني هنا بصراحه يعني الفرافره خامه ارض ممتازه جدا، ميه. بالنسبه للفرافره حضرتك، احب قوي الناس المتفتحه اللي زي حضرتك وبتفكر خارج الصندوق. في بعض الناس ذو العقول النصف عقيمة بتقول لك ان الفرافرة بتنشف. بتنشف ازاي يعني؟ بتدخل على كفاف. لا لا، ده عايمة على 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 ثلاث خزانات، ثلاث خزانات جوفي تحت. ثلاث؟ تمام. يا باشا. في الدراسات ان بتقول ان الصحراء الغربية هنا ما بيننا وبين ليبيا، تمام، هنا عايمين على مخزون جوفي يكفي المساحة اللي فوقيه اللي هي تعتبر 46% من مساحة مصر لمئات السنين. ما انا برضه بقول كده، الرئيس الليبي السابق معمر القذافي كان عامل مشروع النهر الاعظم. كان ساحب الميه منين؟ ساحب الميه من تحت الفرافره. مياه جوفيه. صح؟ مياه جوفيه. معنى كده ان احنا عندنا مخزون حلو. مخزون عالي جدا طبعا. طب الحمد لله مش هتنشف يعني. مخزون، واعلى مدينتين تعتبر سيوه والفرافره في المخزون الجوفي. في دراسات على كده. يعني المخزون الجوفي في الفرافره هنا بيقول ان مساحه كثافه الميه من قاع البحر لحد وش الميه تحت كبحر حوالي كيلو 800 متر كثافه المخزون الجوفي. بس العمق عمق الميه بس، يعني في بحر تحتينا بعمق
كيلو. القرآن بيتكلم في كده والدراسات العلمية بتتكلم في كده. لا بلاش القرآن أحسن، تعرف الناس بتحب توقعنا، فخلينا بعيد عن الأديان. خلينا في العلم عشان حبايبنا ما يقولش لك أنت بتوع الزراعة ودخلنا في الدين. لا الدراسات العلمية بتتكلم إنه في مخزون جوفي يعني بيعوم عليه الوادي الجديد وجزء من ليبيا، تمام، ويعني تدريجا كده معاك سيوة والفرافرة وبعدين الواحد دخلة وبعدين الخرجة. يعني الخرجة حاليا على كده المحافظ لفترات معينة عدت كان بدأ انه هو ما يعني مش بيدي تصريحات بالأبار هناك عشان المخزون الجوفي هناك مش زي الفرافرة، عايز يشغل الفرافرة، عايز يشغل توشكا، عايز يشغل المفيد، عايز يشغل سيوة، كلام سليم، لأن الفرافرة كمساحة أكبر وكجودة تربة أعلى ومخزون جوفي أعلى. ممتاز ممتاز، ربنا يا رب يوفق الجميع ويحفظنا من شر خلي الله. تحياتي لحضرتك ومع ألف سلامة. ربنا يخليك، السلام عليكم.